بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 61. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا بفضيلة الشيخ نرحب به، فحياكم الله فضيلة الشيخ وبياكم. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما يفسد الصوم: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو فكر فأنزل، أو احتلم، أو أصبح فيه طعام فلفظه، أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر، أو زاد على الثلاث، أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فقد مضى ذكر الأشياء التي تفسد الصيام من الأكل أو الشرب أو الاستمناء أو الحجامة أو غير ذلك مما يدخل في جوف الإنسان أو يخرج منه على التفصيل السابق. وذكر هنا الأشياء التي لا تفسد الصيام نظراً لعدم قدرة الإنسان على منعها، ومنها إذا طار إلى حلقه غبار. الصائم طار إلى حلقه غبار بغير اختياره، أو دخان كأن مر على نار وفيها دخان ودخل إلى حلقه، فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره. أو طار إلى حلقه ذباب، دخل في حلقه وهو لم يتعمد، فإن هذا أيضا لا يؤثر على صيامه. نعم. أو فكر فأنزل، أو فكر فأنزل. فكر في الشهوة أو تذكر النساء وعنده قوة شهوة، فترتب على ذلك أن أنزل منيا، فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره، لأن هذا شيء حصل بغير اختياره. ولأن التذكر أمر هاجس لا يستطيع الإنسان منعه. أو احتلم، صائم نام ثم احتلم وأنزل في أثناء الاحتلام، فهذا أيضا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره، ولكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة. نعم. أو أصبح فيه طعام، أو أصبح في فمه طعام بعد السحور فلفظه، فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأن الفم في حكم الخارج. أما لو ابتلعه متعمدا فإنه يفطر. إذا أصبح في فمه طعام وعلم به ثم ابتلعه متعمدا فإنه يبطل صيامه. أما إن لفظه فإنه لا يؤثر على صيامه بوجوده في فمه، لأن الفم له حكم الخارج. نعم. هل يتصور هذا؟ يتصور. نعم، يتصور أنه يبقى على أسنانه أو على لثته أو تحت لسانه شيء من الطعام. نعم. حسن الله عليكم. أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر، أو زاد على الثلاث، أو بالغ فدخل الماء حلقه. إذا دخل الماء حلقه من غير تعمد بل نتيجة لأنه اغتسل
أو تمضمض أو استنشق فطار الماء إلى حلقه بهذه الأسباب، فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره. أما لو تعمد وصول الماء إلى حلقه بواسطة الاغتسال أو المضمضة أو الاستنشاق فإن هذا يبطل صيامه، لأنه أوصل الماء إلى حلقه متعمدا، فهو بمعنى الشرب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فنهى الصائم عن أن يبالغ في الاستنشاق خشية أن يطير الماء إلى حلقه. نعم. قال: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. إن أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، ولا يبطل صيامه إلا بتيقن أنه أكل بعد طلوع الفجر. نعم. لا إن أكل شاكا في غروب الشمس. أما لو أكل شاكا في غروب الشمس ولم يتبين له أنها قد غربت فإنه يبطل صيامه، لأن الأصل بقاء النهار. أما لو علم أنه أكل بعد غروب الشمس فصيامه صحيح. نعم. أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. أو أكل معتقدا أنه ليل، أنه في الليل ما بعد طلع الفجر، لكنه بان نهارا، بان أنه أكل في النهار، فإنه يبطل صومه في هذه الحالة. أما إذا لم يتبين له أنه نهار فالأصل بقاء الليل كما سبق. نعم. الاعتقاد هنا مقصود أنه الجزم، المقصود الجزم، الأول شاك وهنا جازم. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. نعم. قال: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. نعم. تقدم أن مبطلات الصوم تنقسم إلى قسمين. نعم. قسم يوجب القضاء فقط، وقسم يوجب القضاء ويوجب الكفارة، وهو الجماع في نهار رمضان. فمن جامع وهو صائم في نهار رمضان وجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، لأنه انتهك حرمة الصيام وتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. ووجب عليه شيء آخر وهو القضاء، لأنه أبطل الصيام الذي جامع فيه. ويجب عليه شيء ثالث وهو الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإنه يطعم 60 مسكينا. وذلك لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. فجلس. فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني زنبيل فيه تمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. فدل هذا على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان، وأنها مثل كفارة الظهار المذكورة في قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم. صلى الله عليكم. قال: وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. هذا ثيان للجماعات التي ليس فيها كفارة في نهار رمضان. الأول إذا جامع دون الفرج، إذا جامع دون الفرج كان باشر امرأته ولم يولج ذكره في فرجها وحصل منه إنزال، فهذا يجب عليه القضاء فقط دون الكفارة، لأنه لم يجامع في الفرج، والكفارة إنما وردت للجماع في الفرج. الثانية: المرأة المكرهة ليس عليها كفارة، لأنه ليس لها اختيار، ولم تفعل الجماع باختيارها، وإنما أجبرت على هذا، والمكره لا فعل له، فليس عليها كفارة لأنها مكرهة. والحالة الثالثة: من نوى الصوم ثم سافر، لأن المسافر يباح له الفطر بالجماع وفي غيره. فالمسافر إذا صام في رمضان وهو مسافر ثم جامع في أثناء صيامه وهو مسافر فليس عليه كفارة، ولو كان في الفرج، لأنه يباح له الفطر. فيعتبر أنه مسافر أفطر كما لو أكل أو شرب. نعم. قال: وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر، فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى 2. إذا كرر الجماع فلا يخلو إما أن يكون التكرار في يوم واحد أو في أيام، فإن كان في يوم واحد لم يخلو أن يكون قد كفر عن الجماع الأول أو لم يكفر، فإن كان لم يكفر عن الجماع الأول فإنه يكفيه كفارة واحدة عن الاثنين. أما إن كان كفر عن الجماع الأول فإنه يلزمه كفارة ثانية ولو كان الجماعان في يوم واحد. أما إذا كرر الجماع في أيام فإنه يلزمه عن كل جماع كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة تجب بالجماع فيه الكفارة. نعم. قال: وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. هذا هو، إذا تكرر الجماع في يوم واحد قبل التكفير فليس عليه إلا كفارة واحدة. أما إن كرره في يوم بعد التكفير فإنه يلزمه لكل جماع كفارة مستقلة. نعم. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. تقدم أنه إذا قامت البينة في أثناء النهار، أو قدم المسافر المفطر في أثناء النهار، أو بلغ الصغير في أثناء النهار، أو عقل المجنون في أثناء النهار، أو طهرت الحائض في أثناء النهار، ثم فإنه يلزمهم الإمساك في بقية اليوم. فلو حصل جماع في هذا الإمساك في بقية اليوم فإنه تلزم فيه الكفارة، تلزم الكفارة بالجماع لمن يلزمه الإمساك احتراما للوقت، فهو مثل جماع الصائم من أول النهار. نعم. قال: ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. إذا جامع وهو معافى ليس له عذر، إذا جامع وهو صائم وليس له عذر في الإفطار حال الجماع ثم حصل له عذر يبيح له الإفطار مثل السفر أو الجنون أو غير ذلك من الأعذار، فإنه لا تسقط عنه الكفارة، لأنه حين فعل المحظور ليس له عذر، حين فعل المحظور ليس له العذر،
وإنما العذر طرأ بعد حصول المحظور وتقرر الكفارة، فإذا تقررت عليه الكفارة فإنها لا تسقط ولو طرأ عذر بعد ذلك. نعم. قال: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. لا تجب الكفارة بغير الجماع لأنها لم ترد إلا في الجماع. وأما لو أفطر متعمدا بالأكل أو بالشرب أو بغير ذلك من المفطرات فإنه يكفي القضاء وليس عليه كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالكفارة لمن جامع في نهار رمضان فقط. نعم. وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. والكفارة في الجماع في نهار رمضان هي كفارة الظهار التي ذكرها الله بقوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جاءه وشكى إليه أنه قد جامع في نهار رمضان، أمره بهذه الكفارة، فإذا لم يجد واحدة من هذه الخصال لا يستطيع العتق ولا يستطيع الصيام ولا يستطيع الإطعام، فهل تبقى الكفارة في ذمته أو تسقط؟ على قولين: الذي مشى عليه هنا أنها تسقط عنه وليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتذر الرجل عن جميع الخصال لم يقل إنها تبقى في ذمتك، لم يقل إنها تبقى في ذمتك، فدل على أنها تسقط. والقول الثاني لأهل العلم أنها تبقى في ذمته، فمتى استطاع فإنه يخرجها. نعم. والراجح؟ الراجح والله أعلم أنها تبقى في ذمته، لأنها دين لله عز وجل، والدين يبقى في الذمة حتى يستطيع قضاءه، قوله صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله، الله أحق بالقضاء. نعم. قال رحمه الله: باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يحرم على الصائم وأنه ينقسم إلى قسمين: قسم يحرم ويفسد الصوم ولا تجب به كفارة، وقسم يحرم ويفسد الصوم وتجب به الكفارة، ذكر هنا في هذا الباب الأشياء التي تكره في الصوم: كراهة تنزيه ولا تفسد الصوم. نعم. قال: يكره جمع ريقه فيبتلعه. يكره للصائم أن يتعمد جمع ريقه ثم يبتلعه، لأن هذا يشبه الشرب، لكنه لا يفطر به، وإنما يكره له كراهة تنزيه لأن هذا يشبه الشرب ولأنه نوع من العبث. أما الريق العادي فهذا لا حكم له ولا يؤثر على الصيام. نعم. ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. النخامة التي تخرج من رأسه أو من حلقه إذا وصلت إلى فمه يجب عليه أن يلفظها، يجب عليه أن يلفظها، فإن ردها وابتلعها أبطلت صيامه، لأنها وصلت إلى فمه وفمه في حكم الظاهر ثم بلعها متعمدا فهو كما لو أكل أو شرب. نعم. ويكره ذوق طعام بلا حاجة. أما لو أن النخامة ذهبت إلى حلقه من غير اختياره فإنها لا تؤثر على صيامه. نعم. أحيانا الشيخ إذا صام الإنسان قد يكثر عنده النخاعة هذه وتكون من رأسه إلى جوفه دون أن تمر بالفم، هل هناك فرق؟ إذا لم يتعمدها فليس فيها شيء،
إذا ذهبت من رأسه إلى حلقه ولم تمر بفمه فليس لها حكم، لأنها لم تخرج إلى الظاهر. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ويكره ذوق طعام بلا حاجة. ذوق الطعام يباح للحاجة، بمعنى أنه يضع شيئا من الطعام في فمه فيذهب مع المسام إلى حلقه، مع المسام، ويدرك ملوحته أو عدم ملوحته، هذا يجوز للحاجة، لأنه ليس ابتلاعا للطعام وإنما يذهب طعمه مع المسام فقط. هذا يباح إذا كان له حاجة، أما إذا لم يكن له حاجة فإنه يكره، لكنه لا يبطل الصيام. نعم. ومضغ علك قوي. كذلك يكره للصائم مضغ العلك القوي، لأنه قد يتحلل منه شيء فيذهب إلى حلقه، ولأنه بمضغه للعلك القوي يتجمع ريقه، وقد سبق أنه يكره جمع ريقه فيبتلعه. نعم. وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. إن وجد طعم الطعام في حلقه أو وجد طعم العلك في حلقه فإنه يفطر، لأنه أدخل شيئا إلى جوفه متعمدا. نعم. ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. صار العلك على قسمين، علك قوي متماسك هذا يكره للصائم لكنه لا يفطر به، النوع الثاني علك متحلل هذا أشد كراهة، لأنه يذوب ويذهب إلى حلقه، فإذا فعله ووجد طعمه في حلقه فإنه يبطل صومه. نعم. قال: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. نعم، تكره قبلة الرجل للمرأة لمن تتحرك شهوته، لأنها سبب للإنزال وتحرك الشهوة، فتكره للقوي للشاب، أما الكبير الذي لا تتحرك شهوته فلا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم، لأنه كان مالكا لإربه رضي الله صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان أملككم لإربه. فالقبلة قبلة الرجل لزوجته على نوعين، إذا كان الرجل تتحرك شهوته فإنه يكره له أن يقبل زوجته وهو صائم، أما إن كان لا تتحرك شهوته فلا بأس بها. نعم. ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، وسنة لمن شتم قوله إني صائم. هناك أشياء تحرم على الصائم ولكنها لا تبطل الصيام، وتسمى بالمفطرات المعنوية، وذلك كالغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة وهي نقل الوشاية بين الناس، وكذلك الشتم والسب واللعن وغير ذلك من الكلام المحرم، فكل هذه أمور تحرم على المسلم سواء كان صائما أو مفطرا، ولكنها في حق الصائم أشد، لأنها قد تذهب بثواب صيامه، فلا يبقى له ثواب، وإنما يكون عليه التعب والعطش والجوع. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذه الأمور محرمة دائما وأبدا، ولكنها في حق الصائم أشد، لأنها تذهب بثواب صيامه أو تنقصه وتخرقه، لأن الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جنة، والجنة هي الوقاية، فإذا كانت الجنة مخرقة لم تنفع صاحبها ولم تستره من سهام العدو، أما إذا كانت الجنة قوية ومتماسكة
فإنه يتقي بها سلاح العدو. فكذلك الصيام إذا كان صياما صحيحا سالما من الغيبة والنميمة ومن قول الزور ومن الشتم فإنه يقيه من عذاب الله عز وجل. وأما إذا كان صوما مهلهلا مخرقا بالغيبة والنميمة والشتم وقول الزور والسباب فإنه صوم لا يمنعه من الإثم ولا يمنعه من العذاب. نعم أحسن الله. وحتى لو أن أحدا سبه أو شتمه فإنه لا يرد عليه وإن كان القصاص جائزا. القصاص جائزا قال جل وجائز قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال جل وعلا ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فالقصاص جائز. فإذا تكلم في حقك أحد فإنك تتكلم عليه بمثل ما تكلم عليك قصاصا. لكن الصائم لا يقتص حتى ولو سابه أحد أو شاتمه فإنه لا يرد عليه بل يقول إني صائم إني صائم. فإذا كان القصاص لا يجوز للصائم فما بالك بغير حالة القصاص إذا كان هو المعتدي فالأمر أشد. نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.